اليوم إن شاء الله راح نبدي بالمحاضرة الثانية بمادة المايكرويف سيركتس اند نتوركس، واللي هي راح نتحدث بها عن الترانسميشن لاين، الترانسميشن لاين كتكوين، ايضا كسيركت، وايضا كايكويشنز. اوكي، نبدي اولا. الترانسميشن لاين هو حاليا عبارة عن وايرين او سلكين متقابلين. إذن هو two parallel wire يجري بي التيار والفولتية خلال زمن معين، طبعا وخلال زمن معين وخلال طول معين. أوكي، إحنا هنا نتخيل إنه هذا السلك، هذين السلكين هن ممتدات لأطوال معينة. أوكي، إحنا شو راح نسوي؟ هذا السلكين راح هاي الطول المعين راح نحاول نقسمه ونأخذ جزء من عنده. هذا الجزء شو راح نسميه؟ هو اللي راح نسميه دلتا زت. أوكي، مثل ما موضحة هنا عندكم بالصورة، هذا الدلتا زت إحنا راح نحاول ندرس هذا الجزء من السلك بهذا الطول المعين اللي هو هنا، وراح نحاول نستخلص من عنده الدائرة المكافئة للترانسميشن لاين. راح نيجي على هذه الدائرة، طبعا معروف عنها انه هي limit element equivalent circuit، يعني الدائرة المكافئة transmission line تحتوي على grouped element أو lumped element. grouped element أو lumped element واللي هي معناها الـ items أو العناصر المتجمعة. هذه العناصر هي أربع عناصر رئيسية، اللي هي عندنا المقاومة، الملف، والمتسعة كاباسيتر، والكوندكتر. اوكي، شلون احنا تاكدنا او عرفنا انه هذه الدائره تحتوي على هذه الاربع عناصر الرئيسيه؟ عن طريق انه انا عرفت انه هذا الجزء المعين من السلك، ما دام هو سلك اذا هو لازم يحتوي على مقاومه للتيار المار بهذا السلك، وما دام هو يحتوي على فريكوانسي عالي جدا اذا هو يحتوي على ملف او محافه، وما دام هو عباره عن تو بارالل واير وبيناتهم فراغ اذا هو حيكون لي المتسعه. ايضا هو راح يصير ب تشارج ليك. التشارج ليك يعني عباره عن تسرب للطاقة بشكل أو بآخر للطاقة أو التيار المار خلال هذه الأسلاك، واللي هو راح يعبر لي به عن الكوندكتر. طبعا هنا راح تشوفون هنا كل element راح نعرف عنه بصورة واضحة، اللي هو السيريس ريسيستنس، المقاومة المربوطة بشكل أو مربوطة بالتوالي، وأيضاً الاندكتنز المربوط على التوالي، واللي هو بالنسبة للرسيستنس راح يكون الوحدة أوم بير ميتر، وبالنسبة للاندكتنز راح يكون اللي هو هنري وإلى آخره، ومثلاً بالنسبة للكاباسيتر فهو الفاراد بير ميتر. وأيضا بالنسبة للكوندكتر اللي هو الشانت كوندكتنس راح يكون بهذه الوحدة اللي هي عكس شكلها، راح يكون عكس الأوم واللي هي يطلقون عليها الأو بير ميتر. زين، هسا نرجع على الدائرة. هذه الدائرة لها مصدر، لها سورس. أوكي، هذا السورس
هو عبارة عن source للتيار وsource للفولتية. أوكي، source للتيار وsource للفولتية بطول معين، بطول معين وtime معين. هذا المصدر طبعا احنا لازم نخلي بالنا انه دائما التيار اللي يدخل من المصدر والفولتية اللي تدخل للمصدر هن أكبر من التيار الموجود عند اللود والفولتية الموجودة عند اللود. ليش؟ لأنه مثلا بالنسبة للتيار، التيار راح يمر عبر المقاومة، راح يمر عبر الكوندكتر، هذين كلهن راح ياخذن من التيار، راح ياخذن جزء من التيار، إذن راح يوصل للتيار أقل، راح يوصل للتيار. أوكي، بالنسبة للفولتية أيضا نفس الحالة، راح الفولتية راح تمشي وتمر عبر عدة elements وراح تتفرع، فراح تتوزع هذه الفولتية. إذا هذه الفولتية أيضا الفولتية الموجودة عند اللود راح تكون أيضا أقل من الفولتية اللي تأتينا من السورس. أوكي تمام. طبعا هذه السيركت راح نحاول نعبر عنها او نستخلصها بالايكويشنز، تو ايكويشنز او تو بيسك ايكويشن، يعني معادلتين رئيسيتين عن طريق استخدام الكريتشوفز فولتج لو والكريتشوفز كارنت لو، كل واحد الخاص به بالنسبه للفولتج وبالنسبه للكارنت. طبعا هنا احنا على حسب الدائره اللي شفناها، الفولتية راح تدخل مباشرة على المقاومة، المقاومة اللي هي شنو؟ هنا المقاومة اللي هي R delta Z، يعني المقاومة الخاصة بهذا الطول اللي احنا اخترناه. أوكي، المقاومة زائدا J omega L delta Z. طبعا احنا الـ L او الملف مثل ما تعرفون وماخذين بالمراحل السابقة انه احنا مو مباشرة نجي نكتب L انما JWL او J omega L. اوكي، مضروبة فيه التيار، كلها هذه مضروبة في التيار، اذا التيار راح يمر عبر هذا، عبر هذه الدائرة. اوكي، طبعا هي راح تقترب من الصفر، اذا اني انطيها الليمت الى الصفر. و مثل ما قلنا انه الدلتا في او الفي اللي هي توصل الى يم اللود راح تكون شنو؟ قليله، اقل من السورس، اذا اني راح اضيف لها السالب. ليش سالب؟ يعني هي اقل من منو؟ أقل من الفولتية الموجودة والداخلة من السورس. على هذا الأساس راح أحاول وراها أطلع المعادلة النهائية والأساسية بالنسبة للفولتج، نفس الحالة بالنسبة للكرنت واللي هي عبارة عن الكوندكتر دلتا زد زائدا الجي أوميجا سي اللي هو الكاباسيتر مضروبة في الفولتج. نفس الحالة بالنسبة لهذا الإشقاق مال الفولتية، طلعنا الكارنت بالنسبة لنا راح يكون، وبالنسبة لاشتقاقاتنا القادمة حيكون عندنا أهمية بالنسبة للإكويشن الأول وبالنسبة للإكويشن الثاني. راح ناخذ الإكويجن الأول ونشتقه. أوكي، راح نشتق الإكويجن الأول مثل ما موضح بالمحاضرة، وبعد الاشتقاق راح نحاول نعوض المعادلة الثانية هذه بالمعادلة السابقة اللي إحنا بعد الاشتقاق، يعني جبنا هذا وخلينا عوضنا هنا.
يعني هذا. أوكي، راح يكون تعويضه هنا. وأيضا إحنا نخلي ببالنا إنه إحنا عندنا اللي هو ما يسمى بالبروبيجيشن كونستانت أو الجاما، اللي هو complex propagation constant، واللي هو شي يساوي لي الألفا زائدا جي بيتا. أيضا بشكل آخر راح يساوي لي هذا القانون اللي أنا أصلا طلعته هنا، هذا هو نفسه هذا اللي هو تحت الجذر. أوكي، فإذا أنا حتى أتخلص من الجذر وأبسطها أكثر للمعادلة، راح أربع الجاما، تخلصت من الجذر وقالي هذا الـ V الفولتج ونزل وياه. راح نيجي نشوف انه بالاعتماد على البروبيجيشن كونستانت احنا حصلنا وعرفنا انه الويف او البيهيفير اوف ذا ويف، يعني سلوك الويف سلوك الموجه، راح يكون بالنسبه للفولتيه وبالنسبه للكرنت متشابه. متشابه بشنو؟ انه الفولتيه بيها يعني incident signal و reflected signal، وبالنسبة للcurrent أيضا. يعني شنو incident signal و reflected signal؟ incident signal هي الموجة الداخلة من السورس، أوكي، واللي هي الموجة الطبيعية. أما الموجة الثانية اللي هي reflected signal أو الإشارة الثانية اللي هي reflected signal أو reflected wave، اللي هي الباكورد جاية راجعة. هاي الراجعة هي اللي راح تكون هنا يعبرون عنها بالإشارة السالبة. إذن أنا هذا الجزء هو الانسيدنت، أوكي، وهذا الجزء الثاني هو الرفلكت، أوكي، يعبر عن هذه الإشارة. على هذا الأساس إحنا راح نيجي نعوض الإكويجن الثالثة والرابعة بالإكويجن الأولى. أوكي، إكويجن الأولى يا هي أول إكويجن أساسية اشتقيناها وطلعناها، كانت معتمدة أو كانت خاصة بالفولتج اللي هي هذه. عندي طرف بها فولتج وعندي فولتية وعندي طرف بها كانت. أوكي، فأني أجي أخذ القانون التابع لي الفولتج والقانون التابع لي الكرنت وأجي أعوضه بهذه المعادلة. فهنا دي على دي زد في، هذه الفي عوضتها بالمعادلة الثالثة، وأيضا بالنسبة للطرف الثاني كانت هنا اللي هي كانت الآي بالمعادلة الأولى، جيت وجبت المعادلة الرابعة وعوضتها هنا. وراها هذه المعادلة حنحاول نشتقها بالاشتقاق، هنا راح ينبر في المشتقة مالته اللي هو اللي هو سالب جاما واللي هو موجب جاما. طبعا احنا هنا من هذه المعادلة ممكن نقدر نفصلها حتى نبين اتجاه وحقيقة وجود الـ incident signal و الـ reflected signal عن طريق فصل هذه المعادلة إلى two equations. الإكويجن الأول راح يكون خاص بالـ incident wave، والإكويجن الثاني راح يكون خاص بالـ reflected wave. فهنا شو راح نسوي بالنسبة للمعادلة الأولى؟ راح ناخذ الجزء الانسيدنت اللي هو هذا مع هذا، اوكي، وراح نحاول نبسطه حتى راح يطلع لنا بالمحصله النهائيه الجاما، قانون الجاما الرئيسي. لكن قانون الجاما الرئيسي شنو هو؟ ننتبه، هو موجب، اوكي، هو موجب. اذا ما راجع سالب، مو باك، اذا هو ترافلينج فورورد، اوكي. بالنسبه للجزء الثاني طبعا ها، وعلى اساسه احنا راح ناخذ شنو
راح نطلع اللي هو قانون الامبيدنس كوفيشنت او الكاركترستكس امبيدنس. لازم تنتبهون هنا لكل رز اكو عدة يعني اسماء. اوكي هذه الاسماء ممكن انه تجيكم خلال الامتحان مختلفة. ممكن تيجي الامبيدنس كوفيشنت يطلب من عندكم نطلب من عندكم الامبيدنس كوفيشنت او نطلب من عندكم الكاركترستكس امبيدنس واللي هن نفسهم معناهن الزت نود واللي هو هذا القانون الاساسي. اوكي على هذا الاساس رجعنا مرة ثانية قسمنا المعادلة الى القسم الثاني اللي هو تراينج باكورد. باكورد يعني يرجع اللي هو الرفلكتد سيجنال مثل ما شفنا بالصورة السابقة. راح ناخذ الطرف السالب اوكي او الطرف الراجع ونطلع على اساسه منو اللي هو الجاما والزت نود. هنا راح يكون موضح السالب لانه هو reflected signal. طبعا احنا عندنا عدة انواع من الترانزميشن لاين اللي هي او عدة حالات بالترانزميشن لاين. ممكن تكون ترانزميشن لاين او ممكن تكون لو ترانزميشن لاين. احنا هذا ما راح يعني راح نتركها ما راح نركز عليها، حنركز على اللوسلس اكثر. اللوسلس هو يعني فد شرط جدا بسيط اللي يقول لك انه هو شنو لوسلس. شنو لوسلس؟ بما معنى لوسلس يعني انه هو يعني ما يخسر هواية طاقة، اصلا ما يخسر طاقة بالترانسميشن لاين. يعني هو سبوز اوكي انه الار راح اسوي صفر والجي تساوي صفر. اذا انا اعرف انه الار والجي هي مصادر تبديد الطاقة. يعني اني اذا عندي دائرة بيها ار وجي اذا اني شنو؟ اذا اني طاقتي راح تتبدد او راح تتسرب. لكن لما اني اعتبر الار والجي صفر اذا اثنين موجودات بالسيركت اذا ايش راح يصير عندي؟ اني طاقتي اعلى ما يمكن. وعلى هذا الاساس نيجي نعوض الار والجي بالرئيسي propagation constant. راح يبقى لي راح تبقى لي هذه المعادلة واللي هي بالنهاية راح يكون الاتينيويشن مالتها زيرو. وهذا أكبر دليل على أنه أنا ما عندي أي تبديل للطاقة. وبالنسبة للبيتا راح يكون أوميجا جذر الـ LC. طبعا نفس الحالة نحاول نعوض الـ راح نعوض الـ R والـ J كزيرو بمعادلة الـ Characteristics Impedance وراح نطلع هو خاص فقط لإيجاد الـ Characteristics Impedance في حالة الـ Lossless Transmission Line. أوكي So phase velocity will be هذا القانون احنا راح نستخدمه إن شاء الله بالمحاضرات القادمة المحاضرات القادمة. Examples اليوم راح تكون خاصة أكثر بالـ Characteristics Impedance وبالـ Propagation Constant. طبعا قبل لا نبدي بالإكزامبلز اكو ملاحظه جدا جدا مهمه خلال الحل. خلال حل الإكزامبلز اللي راح نشوفها هسه القادمه ان شاء الله راح نحتاج الى تحويلات من الريكتانجولار فورم الى البولار فورم، وايضا نرجع نحول مره ثانيه منكم من البولار فورم اوكي من الريكتانجولار للبولار ومن البولار الى الريكتانجولار عن طريق هذه القوانين جدا اللي هي لازم تحفظوها. يعني مو بس تحفظوها وانما تتمرسون عليها لانه راح تحتاج هواية، وخلال الامتحان المفروض ما تضيعون وقت بيها، المفروض تضيعون وقت بغير جزء من المسألة. يعني هذه لازم تكون اساسية تتمرسون عليها وايدكم تكون بيها سريعة جدا. هذا طبعا هذه المعادلات او هذه القوانين اكيد انتم اخذتوها بالمراحل السابقه واكيد انتم اشتغلتوا عليها سابقا،
واليوم إن شاء الله راح نسترجعها وراح نستفاد من عندها بالإكزامبلات الجاية. هسه راح نعرضها إن شاء الله. راح نيجي على الإكزامبل الأول. Consider a transmission line with the following parameters. منطيني الباراميترز مالتي اللي هي الفورث بيسك إليمنتس and the equivalent circuit. اوكي، الاربع عناصر الرئيسية عندي بدائرة الترانسميشن لاين، اوكي، اللي هي الار والال والسي والجي. اوكي، طبعا هو ايش رايد من عندي؟ رايد من عندي الامبيدنس. شوف هنا جايه كوفيشنت، جايه كاركترز امبيدنس، اوكي، والفيس شيفت والفيس فار. هسه راح نعرف شنو. اول شغله بقانون الامبيدنس كوفيشنت، هذا قانون الامبيدنس كوفيشنت اللي تعرفنا عليه قبل قليل. عندي الاوميجا، طبعا الار هذا تعويض مباشر، لكن الاوميجا هي اصلا عباره عن باي اف، وهنا بالمساله منطين اياها بشكل مباشر، اذا انا ما احتاج احسب، يعني لو هو منطيني الفريكوانسي فقط اذا انا احسب لازم القانون كله يلا يطلع لي، يعني ما يطلع لي مباشر، لا عندي فقط الفريكوانسي، لكن هنا راح ينطيني الأوميجا بشكل مباشر، إذا هذه هي الأوميجا. أوكي، زين، على هذا الأساس راح أجي أعوض مباشرة الـ R هي 75 أوم، أوكي، زائدا J أوميجا اللي هي ألف منطيني إياها في 20 في 10 أس سالب 3 اللي هي الـ L، 20 في 10 أس سالب 3، أوكي. ليش؟ لأنه 20 مايكرو فاراد، والمايكرو هذه الوحدة تساوي 10 أس سالب 3، أوكي. هسه راح نيجي بعدين عندنا على الجي، الجي اللي هي 0.02، هنا راح نعوض. اوكي، عفوا عفوا، هنا مو مايكرو، لا هذا السي، عفوا ال، نيجي على ال، احنا عندنا هنا ال لان انا استغربت شنو مايكرو سالب 3، ما يصير، هي الام، الام، اوكي، اذا هنا ال راح تكون 20 في 10 اس سالب 3، لانه الملي هو اللي تساوي 10 اس سالب 3، اوكي. وراها راح نحاول نعوض المقام، ايضا عندي الجي اللي هي يساوي 0.02 مضروبه في الف مضروبه في 20 في 10 اس سالب 6، اذا اللي هو شنو يعبر لي عن 10 اس سالب 3، المايكرو يعبر لي عن 10 أس سالب 6، تمام. هنحاول نبسطها، نحاول نبسط هاي الجزئية، أوكي، وهذه الجزئية راح يطلع لي بهذا الشكل. هذا هسه حاليا هو بالريكتانجولار فورم، راح أحوله إلى البولار فورم عن طريق القوانين اللي ذكرناها قبل شوية، عن طريق هذه القوانين هنحول من الريكتانجولار إلى البولار، أوكي، حتى نطلع ثيتا، هذه الـ R وهذه الثيتا، أوكي؟ حنطلعهن كلهن وبعدين حنحاول نبسطهن أكثر، وطبعاً الزوايا تعامل معاملة الأس. الزوايا تعامل معاملة الأس شلون؟ يعني أنا حالياً هذا الرقم اعتيادي أقسمه، أوكي؟ أما الزوايا فهي بالقسمة أطرحها وبالضرب أجمعها، أوكي؟ ونفس الحالة إذا أنا عندي مثلاً شنو جذر، الجذر شاخذ بالنسبة لل، يعني أنا بعد ما طرحتهن، بعد ما طرحتهن ضل مثلاً رقم معين، طرحتهن طلع لي رقم معين، أوكي؟ هذا الرقم المعين راح أجي أنا شو أسوي له؟ بالجذر، بجذر الزاوية، جذر الزاوية هو عبارة عن نقسم على، أوكي؟ هذا الشيء حالياً إحنا يعني ما راح ندخل به أكثر، راح أكو بارت ثاني لهذه المحاضرة
سويا حل example من الاكزامبلات وبشكل واضح بكل خطواته حتى تكون عندكم هذه الخطوات واضحة، لأنه يعني هي إن شاء الله تكون سهلة عليكم، بها هواية تفاصيل ويحتاج لها تركيز، لكن هي سهلة جدا وممتعة إن شاء الله، يحتاج لها تركيز شوية حتى تطلع لكم النتيجة الصحيحة إن شاء الله. هسا احنا طلعنا الكاركترستكس امبيدنس، نرجع نطلع البروبيجيشن كونستانت اللي هو نفس الحالة لكن ضرب، يعني انتوا لو تجون تشوفون القانون هو نفس الشيء تماما، هنا قسمة وهنا ضرب. اوكي، راح نيجي نعوض ونحول من ريكتانجولار الى بولار، وبعدين نضرب هذولي، وبالنسبة للزوايا نجمعهن. اوكي، وراها بالنسبة للجذر ناخذ جذر 2.17 وناخذ 59.9 نقسمها على 2، ولهذا هنا تشوفون 29.5. اوكي، هذا اللي طلع لي. اوكي، هذا اللي طلعنا هو هذا اللي يكافئ بالنسبة لي البروبيجيشن كونستانت، يكافئ لي الالفا زائدا جي بيتا. هو شو يريد من عندي بالمسألة؟ يريد من عندي الفيس شيفت والفيس فاكتور. إذا أنا طلعت له الفيس شيفت وطلعت له الفيس فاكتور، أوكي؟ فأحول من البولار إلى الريكتانجولار حتى أقدر أكافئ مع القانون الأساسي للبروبيجيشن كونستانت، وأقدر أطلع من عنده بشكل مباشر الألفا والبيتا. هاي بالنسبة للإكزامبل الأول. بالنسبة للإكزامبل الثاني، بيفد ملاحظة جدا مهمة. طبعا هو هنا بالإكزامبل الثاني احنا قلنا انه ناخذ نفس المعطيات الموجودة بالإكزامبل اللي قبله، نعتمد على نفس المعطيات من مقاومة من ملف الى اخره، اوكي، ونمشي على هذا الاساس. لكن الملاحظة المهمة هنا هو شي يقول لي operates with DC voltage. من يقول لي DC voltage، اذا اني معناها الفريكونسي مالتي شو تساوي لي؟ تساوي لي صفر. اوكي، اذا الدي سي فولتج مالتي راح تساوي لي صفر. على هذا الاساس انا راح اجي اطبق الاوميجا، الاوميجا عندي راح تصفر. اوكي، من الاوميجا عندي راح تصفر، هذا كل راح اجي اعوض، هذا كل عندي راح يصفر. على هالاساس راح اقسم ذني واكتفي الى هذا الحد بالنسبه لل Z نود. بالنسبة للجاما نفس الحالة، هذا كل راح يروح عندي جزء، أوكي، وراح أضرب هذا في هذا راح يطلع لي وزاوية راح تبقى زيرو. أوكي، راح أحولها من البولار إلى الريكتانجولار حتى أحاول أطلع الألفا والبيتا بشكل مباشر مثل ما واضح. أوكي، جدا سهلة وبسيطة. نيجي على الإكزامبل الثالث. الإكزامبل الثالث هنا نحاول نركز بالمعلومات اللي مكتوبة. Transmission line has the following per unit length parameters. أوكي، منطيني البارامترز الأساسية مالتي، ويريد من عندي أحسب لي البروبيجيشن كونستانت والكاركترستكس امبيدنس، ومنطيني الفريكونسي 800 ميجا هرتز. اوكي، نيجي هنا اول شغله. طبعا يصير اكو يعني احنا متعلمين سابقا وحاليا انه من تيجيك مساله عباره عن اسطر طويله تحاول تلخصها على روحك عن طريق انه انت تطلع البارامترز الاساسيه اللي ممكن تفيدك بالحل. اوكي، فاحنا سوينا هنا اول شغله طلعنا البارامترز. اوكي، وعلى اساسها جينا احنا هنا. طبعا من الصير عندي البرامي كلها واضحة والكونسي عندي واضح، من الافضل انه يعني مباشرة نعوضها بدل ما نطلع القانون مال الاوميجا اللي هو 2 باي اف ونحل. ليش؟ لانه ممكن اني هنا راح يكون عندي اسس اقدر اختارها سوية، اوكي، سهل الحل. اوكي، يعني انا هنا مثلا اجيت عوضت مباشرة،
طلعت هنا راح اطلع للبروبيجيشن كونستانت. هنا الار 4 والى اخره. هنا راح اعوض بالكل 800 في 10 اس 6 هي شنو؟ طبعا هنا 2 باي جيت عوضتها مباشره داخل الحل. فش حيكون 2 باي في فريكوانسي؟ الفريكوانسي عبارة عن 800 ميجا هيرتز. الميجا هي عبارة عن 10 أس 6 أس موجب 6. أوكي؟ طبعا هذه التحويلات ضرورية جدا أنه تحفظوا تتأكدون من عدها زين، وممكن تيجيكم غير تحويلات بالامتحان. أوكي؟ هي أو غيرها، مثل عندكم الملي، المايكرو، الميجا، الكيلو، البيكو، النانو. اوكي هواية تحويلات. اوكي زين، هسه نرجع هنا. هنا راح نضرب 800 في 10 اس 6. وراها عندي انزل ال L اللي هو 0.5 في 10 اس سالب 6. ليش 10 اس سالب 6؟ يعني هو مايكرو. اوكي زين، في نفس الحالة بالنسبة للباقي. وراها راح ابدي ابسط هذا الطرف. راح اجي اشوف انه اني بسط هذه كلها، بسطتها بهذا الرقم. اوكي ايضا هذه بسطتها بهذا الرقم. اوكي بعدين راح احولها من الريكتانجولر الى البولر. اوكي واضرب ضرب طبيعي واعتيادي بالنسبة للارقام، وبالنسبة للزوايا جمع. وهنا راح اجذر الار بشكل طبيعي، لكن الثيتا راح اقسمها على تخلص من الجذر. هذه ابد ما ننساها، ابد ما ننساها. اوكي هاي طلعنا ال هذا البروبيجيشن كونستانت. نجي نطلع بالنسبه للزنون. هنا هاي المعادلة الرئيسية مالته، نعوض كل الأرقام. أوكي ونحاول نبسط مثل ما قلنا. هاي العشرة راح تروح ويا العشرة سالب ستة، راح يكون عندي الضرب طبيعي 2 في 3.14. الباقي راح نعوضها ب 3.14 طبعا، ونضربها في 800 وبعدين في 0.5. راح هو تسهل علينا بالشغل بالحاسب. نفس الحالة هنا. أوكي واخر شيء حنحولها الى البولر، ومن البولر راح بالضبط مثل ما قلنا بالبدايه، يعني مثل قبل شويه قلنا نقسم تقسيم اعتيادي، وهنا ايضا راح نطرح. ترى الطرح راح نقسمها على 2 بالنسبه للزاويه. جدا هاي الملاحظه انه نقسمها على 2 لا تنسون، لانه راح تطلع لكم نتيجه. اوكي وانتم تتوهمون انه هذه النتيجه الصحيحه، لكن هي النتيجه غلط انكم تاخذون جذر للزاويه، لازم تقسموها على 2. اوكي وبعدين حولناها للريكتانجولر فورم. طبعا هذه راح تكون نهايه البارت الاول للمحاضره الثانيه. البارت الثاني راح يكون عن اكزامبل الرابع. اكزامبل الرابع راح يكون شبيه بهذه الاكزامبلات، لكن راح نحله بطريقة أخرى مع وجود الكالكوليتر. أوكي أتمنى من تشوفون الفيديو الثاني، راح تجيبون الكالكوليتر مالتكم وتحسبون وياي حتى لا تنسون وتعرفون كل التفاصيل إن شاء الله. أوكي وراح أيضا يذكر بي الهومورك، حضيف لكم عليه الهومورك اللي هو هيكون هذا الاكزامبل، راح اصعد لكم اياه بالكلاس. اوكي هذا البارت الثاني للليكتشر الثانيه. اوكي هذا الاكزامبل هسه بالفيديو الثاني راح يكون اوضح، وراح نحله سوا ان شاء الله. وهذا بالنسبه للهوم ورك اللي لازم تحلوه وترسوه لاخر يوم ان شاء
الله راح الديدلاين مالته وموعد تسليم النهائي لهذا الهوم ورك راح يكون يوم الاربعاء ان شاء الله. هصعد لكم هذا البي دي اف ايضا للكلاس ان شاء الله، وشكرا جزيلا وبالتوفيق.